آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. كم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تعليم الدين وقراءة القرآن الكريم ما تنفعش يبقى فيها شدة وعنف نهائي. تعليم الدين والقرآن الكريم ما ينفعش فيه الشدة أبدا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مرحلة الطفولة يعني مرحلة اللعبة والبالونة والهدية والمكافأة والجايزة والخروجة. وانا ده اللي انا عملته مع انس وبكلم الناس دايما فيه ان الطفل عاوزين نحط في ذاكرته ان احلى ايام كانت ايام التحفيظ. احلى ايام ما كنا في حلقة المسجد او الكتاب او مراكز التحفيظ. فنربط ذاكرة الطفل منذ الصغر ان يوم الفرح ويوم العيد هو يوم التحفيظ القرآن الكريم. الشدة لا، ضرب لا، المكافآت والهدايا. وبعدين الأب إذا وعد الابن حتى لو كان طفل أو الأم وعدت ابنها أو بنتها وهي طفلة لازم توفي بالوعد وتغرز الكلام ده عند الولاد إن إحنا أب وأم صادقين. مش هنقولك هنخرجك وما نخرجكش، مش هنقولك هجيب لك البلاي ستيشن وأطنشك، مش هقولك هنجيب لك الكرة اللي أنت عاوزها وأطنشك أبدا. الحاجة التانية يا جماعة، لو تلحظ قول الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن، ما قالش المنتقم علم القرآن ولا قال شديد العقاب علم القرآن، صح؟ كأنها رسالة لكل محفظ القرآن الكريم ولكل المدرسين بالراحة واحدة واحدة. أنا أتذكر مع أنس أنس كان بيحب يتلامد، حتى لما يغلط يتلامد، لما يغلط في الآية يتلامد. أنا كنت بدله الضحك بقى والهزار، ممكن أقوم أجري وراه. تخيل يبقى بنقرأ قرآن ويغلط في الآية، لو غلط أقوم أجري وراه. طبعا ده احنا لا أقصد ان احنا نخرج برا تعظيم الشعيرة، لكن هو طفل، الطفل ما يعرفش ايه في آيات، حتى مش عارف معناها ايه. فلازم يكون هناك رحمة، لين، حكمة، ترغيب وليس ترهيب. حتى في الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واستبر، ما قالش واصبر،
راح قال واصطبر عليه، حط التاء دي للمبالغه، صيغه مبالغه في ان يصبر الانسان على طفله. وفي نفس الوقت يا جماعه كميه الوعظ يعني احنا عندنا دايما يجي لي اسئله يقولوا ايه، يقول يا شيخ انا بقول لاولادي وعلى مراحل معينه طبعا من السن، وفي اللي وصل سن المراهقه، وانا بتكلم كتير وقلبي اتوجع، امهات يقولوا لنا كده، واب يقول لي ابني كان كويس وبدا يبقى بعيد عن ربنا ما بقاش يصلي، وانا طالع عيني معاه. فسالتهم وسالت الاب وسالت الام، انت كم مره بتقول لي للعيل صلي؟ قالت يو ده انا قلبي بيتوجع، انا بقول له يمكن 1000 مره. كم مره بتقول له عيب، وطي صوتك، اعمل كذا، التوجيهات يعني التربيه، يقول الاف المرات. قلت لهم طيب في فكره جميله قوي، وفروا يا جماعه الكلام ده وخدوا منه 80%، حوشوهم وقلل الوعظ والارشاد، قول الكلمه مره واحده لابنك وبنتك، قول له قوم صلي مره واحده، قول له قوم اقرا اللي عليك، قول قوم ذاكر مره واحده، وخد ال 80% التوفير ده حطها وانت ساجد بين يدي الله، واسال رب العالمين المربي الحقيقي. ادبني ربي، الرسول يقول عليه الصلاه والسلام في احسن تاديبي وهو ربي ورب العالمين. فبدل ما انا ببذل مجهود واتعب قوي زي ما بتقول قلبي اتوجع مع عيالي ومفيش فايده، لا خلينا بقى قلبنا مش هيتوجع ان شاء الله مع رب العالمين، فنتكلم زي الملح في الطعام مع العيل دايما. والشاب اقول له كلمه مره واحده، ما امش اسيبه شويه، اقول له قوم ذاكر واسيبه وامشي. فاحنا دي توجيه حتى للاباء والامهات، جزاكم الله خير، الرفق والرحمه والحكمه وعدم كثره الكلام والضغطه على جميع المراحل حتى السنيه. نعم. ونقول للاباء يا جماعه اقعد مع ابنك، صاحب ابنك. انا بلعب انس بلاي ستيشن دلوقتي وبغلبه طبعا، بغلبك يا انس. صح، مين اللي بيغلبني؟ هو ما شاء الله احرف طبعا. لا بس ساعات يعني فلازم يبقى في صحبه، ولازم اشوف هو بيلعب، لازم في نقطه التقاء بين الذريه وبين الاب والام.